السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قسنطينة وبالضبط في مدينة قسنطينة لنقف على التجارب الأولى للتليفيريك نتاع قسنطينة اللي انتهت الأشغال به، والآن دخلنا في المراحل نتاع التجارب التقنية الأولى قبل الافتتاح ديالو. إذن هذا ينذر بأنه هذا التليفيريك الذي تم يعني إعادته بالكامل وتجديده، يعني حتى البنايات المحطات تم إعادة بناؤها بالكامل. إذن نقدر نقول أنه تليفيريك جديد سوف يوضع في حيث الخدمة في الأيام القليلة القادمة، واللي أكيد سوف يزين سماء قسنطينة ويزين المناظر الرائعة نتاع مدينة قسنطينة، حيث أنه يعبر فوق وادي الرمال ويربط الضفاف الضفتين تاع الواد نتاع الرمال. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو نتاع التجارب الأولى بحضور والي ولاية قسنطينة. إذا والسلام عليكم. التي انتظرها سكان قسنطينة منذ زمن، هذه الوسيلة التي ستنقل أكثر من 20,000 مسافر في اليوم راح تقدم خدمات جديدة للمواطن القسنطيني وكذلك حتى لمسؤولي بلدية قسنطينة، لأن وسيلة النقل بتاع التليفريك تاع قسنطينة في الحقيقة هي ماهيش وسيلة سياحية بالدرجة الأولى، لكن وسيلة تقدم خدمة عمومية، لأن المواطنين اعتادوا على التنقل بهذه الوسيلة خاصة من الأحياء الشعبية حي الأمير عبد القادر والزيادية للتوجه إلى مركز المدينة. الناس اعتادوا منذ زمن على هذه الوسيلة. اليوم الحمد لله بفضل مجهودات الدولة الجزائرية التي قدمت الميزانية التي كانت مطلوبة من أجل تأهيل هذه الوسيلة، هذه الوسيلة العصرية للأمير عبد القادر، اللي إن شاء الله عن قريب في مدة أقصاها شهر سنوضع حيز الخدمة هذه الوسيلة إن شاء الله.